القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. 10. التكامل أهم محاور استراتيجية التعليم العالي. العربية للتصنيع، توطين تكنولوجيا إنتاج عدادات الغاز الذكية. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن محور التكامل يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات. جاهزة؟ يلا جاهزة. يديكي تعالى أهياني. إيش معنى؟ هنتكامل ولا هنقضيها فرداني؟ يديكي تعالى للعشة يا عنية. إيش معنى؟ ارحم دموعي، أنا احتياجاتي فعلية. هعامل ديكي بأفضل تعامل. إيش معنى؟ عايزة أظبط معاه محور التكامل. هتناقش واتكلم وياه. إيش معنى؟ عايزة سد الفجوة معاك. أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز الشراكات مع الخبرات المتخصصة والتعاون لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي وزيادة القيمة المضافة بمنتجات وطنية تحت شعار صنع في مصر. وأضاف أن الهيئة تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مثمرة وتتطلع للتعاون مع الشركات الصينية العالمية في تطوير حلول متكاملة ذكية منظومات الغاز الطبيعي. جاهزة؟ يلا جاهزة. خايف مني عشان عشتي تكنولوجية. إيش معنى؟ بقيس مجهوده بالعدادات الذكية. الدنيا بتتطور ودي حاجة مفهومة. إيش معنى؟ بعمل في العشة تطوير للمنظومة. يا رئيس الهيئة أحوالي متنغصة. إيش معنى؟ نسيتوني ليه؟ ده أنا خبرات متخصصة. خدت ديك العشة وكله لطافة. إيش معنى؟ وهاخد واحد زيادة قيمة مضافة. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. 10. التكامل أهم محاور استراتيجية التعليم العالي. العربية للتصنيع، توطين تكنولوجيا إنتاج عدادات الغاز الذكية. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.